أنا أدخل هذا اليوم في الأسبوع الثالث من إضرابي عن الطعام، وفي نفس الوقت الذي أؤمن فيه الإيمان القاطع أن حق والدي في الحرية فهو معتقل رأي كما صنفته المنظمات الدولية، وفي طليعتها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش والأمم المتحدة، لكنني الآن أخوض هذه المعركة لأدافع عن حق والدي في الحرية، حق والدي في الحياة، لكنني أتحدث الآن عن حقه في الحياة. حينما يحرم سجين عمره 70 سنة من الدواء، فهذا يعني أنها عملية قتل بالبطيء، وحينما يمنع من لقاء عائلته فهذا يعني أنه نوع من التعذيب. وأنا اضطررت لأن أتخذ هذه الخطوة وأن أضرب عن الطعام بعد أن يئست من المحاولات واستنفذت محاولات عديدة، وأنا سأواصل هذا المشوار في إضرابي عن الطعام. وكما ذكرت وكررت وأقول أن ما أرفعه من مطالب هي حقوق أساسية لكل سجين، غير قابلة للتفاوض وغير خاضعة للرأي والرأي الآخر. كل سجين بغض النظر عن أسباب اعتقاله أو سجنه يجب أن يتمتع بهذه الحقوق، فما بالنا ونحن نتحدث عن رجل عمره 70 سنة ورمز سياسي ومعتقل ضمير، الذي المعاملة التي تتعامل بها السلطة في البحرين هي يعني جريمة بكل المقاييس. وتجدر الإشارة هنا يعني أنني كنت أتوقع أن للسلطة آذان، وأنها ربما يعني تستحي أو تخجل فتوفر الدواء وتعالج هذه الأمور، لكن ما تلقيته من هذه السلطة هي محاولات لإبعادي عن هذا المكان وإيقافي عن هذا الاعتصام. فقاموا برش مادة سائلة علي من شرفة السفير، ومن ثم جاءوا وبعثوا عمال ليشتغلوا المكان الذي كنت فيه معتصما وواقفا، ويستخدمون انبعاثات يعني انبعاثات تضر بالصحة. هذه المحاولات سواء رش المادة السائلة علي أو محاولة استفزازي أو إبعادي إنما تدل على تصرفات جبانة وتصرفات طفولية، وهذه التصرفات الطفولية لن تثنيني. أنا أقول أن معدتي الخاوية أقوى من هذا النظام الهش الذي يرتعد من معتقلين ضعفاء مرضى في داخل السجون. وأقول هنا في نهاية المطاف أن الحكومة البريطانية يجب أن تكون مساءلة، لأنها تقدم الدعم والتدريب إلى الجهات الأمنية في داخل البحرين وإلى إدارات السجون، وهي تأخذ أموال دافعي الضرائب لتوفر هذه التدريبات. ويجب أن تكون الحكومة مساءلة إذا لم تكن هناك من قيمة ولم تكن هذه التدريبات تتمخض عنها وقف الانتهاكات، فيجب أن تتوقف هذه التدريبات أو أن تكون الحكومة محاسبة. ختاما، هذه المعركة التي أخوضها هي معركة أخلاقية، ليست معركة سياسية، وأنا أدعو كل أصحاب الضمائر الحية والمدافعين عن حقوق الإنسان وعشاق الحرية أن ينضموا معي في هذه المعركة الأخلاقية. وهذه المعركة الأخلاقية ليست شخصية وليست دفاعا عن والدي، إنما والدي هو عينة ونموذج لمئات بل آلاف المعتقلين الذين يعانون في سجون الظلم داخل البحرين.